إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت ياتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع بما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. أهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. معانا النهاردة موهبة جميلة الشابة نيرة السيسي اللي بتتمتع بيه صوت ماسي، شابة جميلة متمكنة في الغناء والإنشاد الديني من وهي عندها 6 سنين، وهي بدأت تحس ان هي عندها موهبة الغنى، بدأت تحاول مع نفسها وتدعمها أسرتها لحد ما بقت متمكنة في المجال. أهلا بك يا نيرة، عرفيني بنفسك. أنا نيرة السيسي، بدرس في كلية دراسات إسلامية هنا في المنصورة وعندي 20 سنة. إمتى بدأتي تحسي إن أنت عندك موهبة الغنى؟ في سن 11 سنة كده، وبدأت أغني أكتر وحبيت الغنى أكتر، يعني كنت في الإنشاد الأول وأنت عندك 6 سنين. كنت بأنشد وبعد كده حبيت مجال الغنى أكتر وبدأت يعني أكون في المجال ده وده، حابة إن أنا أكون متمكنة في أيوة كنت بدندن مع نفسي، وبعد كده بدأت أقعد مع أهلي ويسمعوني فحسوا ان انا فعلا عندي موهبة، وبدأت بقى ان انا انميها واتدرب عليها عشان اكون متمكنة اكتر في المجال. يعني طب دور اسرتك ازاي ساعدوك ان انت متمكنة في الانشاد وفي الغناء وان انت بتجمعي بين اكتر من حاجة؟ يعني بتنشدي وفي نفس الوقت بتغني وفي ادعية، ازاي وصلتي للمستوى ده؟ والله يعني انا حابه اكون في متمكنه في كل حاجه، يعني يكون عندي خبره في كانشاد او كغناء، حبيت يعني المجال اكون في المجالات كلها، يعني يكون اكتر اكون متمكنه اكتر. يعني جمعت ما بين مجالين مختلفين تماما، ما بين الانشاد وما بين الغناء، يعني ازاي قدرتي تجمعي ما بين حاجتين مختلفين تماما عن بعض؟ والله انا حابه يكون عندي خبره اكتر، اكون متمكنه اكتر، يعني اكون شاطره في كل حاجه. طيب مين اكتر مطرب بتحبي تسمعيه وتغنيه؟ ورده، انا بحب ورده والاغاني القديمه. تمام ماشي. في يوم وليله يوم وليله خدنا حلاوه الحب كله في
يوم وليله، انا وحبيبي انا وحبيبي، ذوبنا عمر الحب كله في يوم وليله. عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما شغلني طيفه، في يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه. نسيت الدنيا وجريت عليه، سبعني هو وفتح ايديه، لقينا روحنا على بحر شوق، نزلنا نشرب ودوبنا فيه. ومن يصدق يجرى ده كله، ونعيش سوا ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة. ليلة 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 ليلة. والله نفسي احقق حلمي واوصل صوت العالم كله، يعني ده حلمي يعني من وانا صغيره، والناس تسمعني وابقى معروفه في كل مكان، ده حلمي يعني. انت عندك حد في الاسره عنده نفس الموهبه؟ لا انا بس. فممكن تسمعيني حاجه تانية لو مكفيني؟ تمام ماشي. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفت ويا ما شفت جمال يا عين. واللي والله انا يعني بحب اسمع اكتر يعني الكلمات اللي بتبقى صعبه في الالقاء، صعبه في الطبقات، بحس ان انا متمكنه فيها اكتر وبقدر فيها يعني. بعدين نختم معاكي نشيد ديني، ونتمنى لك كل التوفيق يا نيره. والسلام يا رب. يا رب ان شاء الله، وان شاء الله تحققي حلمك. يا رب ان شاء الله باذن الله، كل المجالات اللي احبها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ماشي. انت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا علاك قدرا، يا امام الانبياء انت في الوجدان حي، انت للعينين ضي، انت عند الحاضر، انت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.